أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الفصائل العسكرية تصد محاولة تقدم قوات سلطة الأسد على محوري الفوج 46 وكفر عامة بريف حلب الغربي. قوات سلطة الأسد تستهدف بقذائف المدفعية مدن وبلدات الأتارب وكفر تعال وكفر عامة والأبزمو غربية حلب ومحيط بنين وشنان جنوبية إدلب. معبر تل أبيض الحدودي يعلن السماح للعوائل التي تحمل كملك الولايات المتضررة والتي دخلت خلال فترة الزلزال بالعودة إلى تركيا. خبراء في الأمم المتحدة يدعون في بيان مشترك إلى إعادة الأطفال السوريين المحتجزين من قبل القسد في مخيمات شمال شرق سوريا إلى ديارهم. وزير الخارجية لدى سلطة الأسد فيصل المقداد يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري. وكالة رويترز تقول بأن واشنطن ستمدد مهمة نشر حاملة الطائرات جورج دبليو بوش بعد هجمات الأسبوع الماضي في سوريا.